اول هاوس أمر اختيار مدينة تمارا هي منافسة، حيث مدينة تمارا كيف ما كتعرفوا هي مدينة رائعة وسياحية وجات ما بين الرباط والدار البيضاء، فهي وجهة كذلك للسياح. فاحنا اختارينا هذا المكان حيث كنحبوا المنافسة. وتاني حاجة اختارينا اسم أور هاوس اللي هو دارنا، دارنا هي داركم. وعلى قبل الاكل المغربي اللي كنقلبوا عليه، فهاد الفكره كانت جاتنا ملي كنا في فرنسا، اننا ان شاء الله منين ندخلوا المغرب غنفتتحوا مطعم وغنسميوه دارنا اور هاوس للجميع، اللي هي دارنا هي داركم. اكزاكتوم. شنو المميزات اللي غادي يكونوا في هذا المطعم؟ يعني المميزات ديال هذا المطعم هو كل شيء فيما، كل شيء مصيب باليد في المطعم ديالنا. لحقاش كيف ما كتعرف ان باش تختار الوجبات هي مسؤوليه وامانه كبيره. فانا بغيت الناس منين يجيو ياكلوا هنا بحال اللي مطيبه ليهم ماماهم، بحال اللي مطيب ليهم مرتهم، بحال اللي مطيبين ليهم ولادهم. الطبخ ديالنا ديال المغرب ديال الدار بالنقاء بالكاليتي جد مناسبه. احنا ماشي هاي، احنا ناس ولاد الشعب ولاد باب الله، وكل شيء كياكل عندنا وكل شيء غيجي ياكل عندنا ان شاء الله. وحنا هذا أول مطعم إن شاء الله في مدينة تمارا. كاين المطعم الجاي إن شاء الله اللي غيكون الافتتاح ديالو هو في الأخر ديال شهر 8 غيكون مدينة الدار البيضاء، ومن بعد غنمشيو مدينة الرباط بإذن الله تعالى. دونك مرحبا بكم، وكنبغي نشكر بزاف الأصدقاء الفنانين اللي صراحة كبروا بيا وجاو وقفوا معايا، فهما عائلتي وخوتي. كنشكرهم واحد واحد وكنقول لهم شكرا بزاف ومردودة في ساعة الخير. وجات هذه المناسبه ان شاء الله وتشوفنا اليوم حضورك كذلك انت في افتتاح هذا المطعم. بالنسبه للافتتاح، اول حاجه الاخت ايمان يعني مولة المطعم صديقه ديالي مسافي لونطون، كانت عرضتني وقلت نجي، واني صافي بليزير تلقيت الفنانه هنا، تلقيتكم انتوما. تبارك الله. الله يبارك فيك. شحال هذه مده باش جيتي ولا؟ لا كنجينا ديما في المغرب، راه ديما حاضر. كنطلع بلجيكا، عارف انا كيعيش بلجيكا، مي بلجيكا راه غير في الدوره، وبحال راك في المغرب ديما راني في هنا في المغرب. اخويا شوف، دائما انت تتعرف الفنان ملي تتعرضو، وفعلا ملي تيكون شي افتتاح بحال هذا الموقف الجميل اللي حنا فيه دابا والفنانين حاضرين، فهذيك الطاقه تتخرج. وسورتو ملي كتكون كتحب شي شخص بحال ايمان، عندي عزيزه بزاف، راه اختي، راه يعني ملي كتكون شي دعوه بحال هكا تجيب لينيرجي ديالك. هي قالت لي جيت للثلاثه، جيت انا في الصباح، قلت لها علاش؟ مره اخرى خصك نجي في الصباح، تقول لي جيت للثلاثه الساعه بساعه، ترى ما نعرفش لينيرجي من الصباح تطلع. مساء الخير سي عزيز، مساء الخير هيبة بريس. كل عام والأمة والمجتمع الإسلامي بخير إن شاء الله. إحنا اليوم في تمارا بالضبط في هرهورة في حفل افتتاح المطعم ديال الأخت إيمان أور هاوس، وجينا اليوم باش نشاركوا الفرحه ديالها وندعوا معها ان شاء الله، الله يوفقها في التجاره ديالها، وان شاء الله يكون هذا المحل فيه الخير على الساكنه ويتمتعوا ببودوي زوين ويتمتعوا بمأكولات شهيه ان شاء الله في هذا المطعم. هذا واضح من الديزاين ديالو من ليكيب ديالو على انه ان شاء الله غادي يكون مطعم ناجح ان شاء الله. اجل وسط ما تقدر.